ألعب معك جولة واحد جولتين بس مش حكم واحد. يلا حكم واحد. سجن. يلا سجن. والله العظيم سجن. أنت من ثلاثة أيام فاتح بلايف؟ أنا ثلاثة، إذا فزت علي أنا السجن. تسكر لايفك وما تبث اليوم كله. ما أبث اليوم كله، ومن هاللحظة. وأنت سجن الحين فيني أنت وربعك، نفس الوقت، نفس اللحظة. تم. بدر. تكبيس. شباب تكبيس يا ربع تكبيس يا انا سجن يا هو سجن عنده نقطة اذا عنده نقطة اذا عنده نقطة انا عندي 1000 نقطة عندي 16000 نقطة 5000 واحد يلا 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 اعلمك تو تفلت علي تعال الحين يلا قول حق نقطة واس اي اي يلا تعال الحين ابش ابش يلا عادية بشوف حسابك وين محمد حولي موجود والله محمد حولي وين موجود حبيبي اطلع 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 امسح وردش سوي فرش كيف سويت فرش اطلع اطلع سوي دزه دزه اللي فوق وردش يا اخوي ها والله ما في يا اخوي شلون يعني شلون والله ما في كهو تبي حساب منزله منزله بحساب سوي فرش وردش مره ثانيه اخوي ها طق اخفاء من طاقة الحفاء يبا والله العظيم ساور فريش اللي معلك ساي وينك تكفى فوزني على ملاحي شباب اللي يحبون حولي وينك ساي وينك تكفى فوزني على ملاحي شباب اللي يحبون حولي هذا انت بدر وينه سلام وين بدر بدر ايش ما نزله عم نزله ايش تبي بعد تمام ساور فريش ساور طقن اخفان تو من ضميانين منو طق اخفان يبا انا قلت لك حطه تثبيت ثبته انا مثبته انت تو ما طلع لك حبيبي انا تو حتى فيديو مسابقه ما طلع ليه هاي قاعد حساب بدر ما في شيء كاك هذا انت شو تو تو تنزل والله صدق لا اسمع والله والله حرام حرام طلعنا بسرعه شوف اللودينج والله لودينج والله لحين خفت انك تدري بتنسجن خفت ادري فيك كان مخفي اه ترى راح تشيك يبا ليش مخفي اعطيك شيء والله ما اعرف احط مخفي والله لودينج والله لان نزلته وطلعت انا وقت الناس تدور شماتة 56000 واحد شاف الفيديو شغل اغاني شغل لا يضحك ويانا مور فيجن تو يحكمنا ويغلط علينا ونمشي يقول يجيب لي مستوى تعال يلا يبنا مستوى تعال شغل اغاني شنو الفايده نقطع عندك وتخسر اقول لك انا اذا خسرت هيك سجن ادري اقول لك شنو 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 فايده يعني انت الحين خسرت ونقطع عندك وين راح تودي ويك عند العالم والله ما راح اودي ويك عند العالم كل واحد واثق بداعمينه وكومنته ومتابعينه ها حبيبي شغل شيرين الجسمي يبقى أقولك شيء لو ما تشغل أغنية نفوز نفوز علي بحزين بدر حصرت حدي بروح حصرت بروح بسرعة تكبيس تكبيس الربع تكبيس 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 الحين سؤال وي نقطة عيال ولا بنت ليش تبي تعرف؟ سؤال رجال ولا بنت؟ بنت على ألف رجل بنقطة. إيه أنا أقول لك رجال ولا بنت؟ ما حد يدري والله. ما حد يدري. عشان تقول لي بنت على ألف رجال؟ إن كانت بنت على ألف رجال وكان رجال على ألف. انت انا وانت قلبي ذوبت انت عالم غير خالد نايم الزعابي نايم قفازات كلها عنده ولا هي ما في دبل اصبح ان الموضوع طناخه اصبح ان الموضوع طناخه مش زحفله اتي ايه تلكم عطيت ايه مالتنا ايه قفاز اخر ثواني شباب قفاز اخر ثواني ايش فيك
شو ترفع ايدك انت حمار؟ لا استنى خلي اسولف عنك ما يصير شو رايك هاي غلط؟ يقول ايش فيك؟ يقول انت حمار ما يصير والله. لا ما يصير والله ما يصير اسمع. اسولف عدل قفاز شو قفاز قطوة قفاز يا الربع قفاز من عنده هو يدري بالسجن شوف يدري شوف ايه قفاز شباب شوف ايه يدري بالسجن قول حب اقول بدون قفاز عيش بدون قفاز ولا جحفله بدون قفاز يلا عيش نقطة الجولة الثانية ماش فيك ما بيني جولة ثانية عصبالي فيك شيء بيك شيء شو بيني يمكن صداع جتني دوخة أتوقع صداع رنيتك وانتو داعمينك عندك جايني آخر البث ها البخ البخ انت البخ صداع يلا بالعميوت يلا جايني آخر البث بدأت البث رنيتك مرن دنيا أقول لكم شيء أحلى شيء بالدنيا تفوز بالتكبيس تخسر من الدعم هذه صعبة أحد يمتلكها هالميزة هذه والله إيش فيكم فهمتوا قاعد أبرر حق نفسي يعني شيخ في شيخ يفتح لايف توب ما أتوب ما أتوب والله والله ما أتوب والله 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 ما أتوب دقيقة هون شيخ كلنا لك يا حبيبي كلنا لك Mmm.
شيخ عجيب العالم، دافعين 3000 دينار علشان انسجن. يا الله، هل الدرجة انا غالي عند الناس؟ والله العظيم شفت اللي انا شفته؟ شفت اللي انا شفته؟ ايش قد بالعراقي؟ دفتر. سجن ورانا شيء، ورانا شيء، نقعد سجن عندهم نقلقس. سمعوا كومنتي، خربوا كومنتهم، خربوا الكومنت مالهم، خربوا الكومنت مالهم، عرفتوا؟ عندهم بنات وايد داخل كومنتاتهم، احنا بيتنا كله شباب، دشوا بوق البنات، والله بوق البنات فلوها هذه. إذا أحد من كومنتي انطرد راح أطلع، أحد من كومنتي ينحضر راح أطلع. إيش رأيكم أشفر لكم شيء تفهمون أنتم ولا ما تفهمون؟ شوف سناب ضروري بعد ما تسكر، دي ثواني وين تشوفه. كان حاط 20 وشا كتبي لي اي شيء بسناب وينك. ابو حولي تعال نفذ يلا، اقسم بالله العظيم 5 دقائق عندكم. حسب حلف 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 يا رب يا مستك
احبني مصيبه احبني مصيبه والله. المهم سمعوا، اسمع كلام اخر شيء، اسمع كلام اخر شيء ثاني. انا قلتها قبل الله يسعد من الله. الله يسعد من اللاحي يا أخوان. في جزئية في ملاحي يمكن قليل أو قلة قليل يعني الناس اللي تجهلها، أكثر إنسان جبر في خواطر المساكين هو ملاحي، عمره ما كسر في خاطر أحد، هذه تحسب له. وعيسى نعم، الناس اللي تنظر لأبو عيسى الجانب السيء للأسف يعني أو للسلبيات، أنا قلتها قبل، ملاح يمكن أسم بالله العظيم إني ما بيني وبينه أي وسيلة تواصل، لكن مواقفه يا أخوان مواقفه عمره ما كسر في خاطر أحد، والله العظيم يستاهل المحبة. بعد عيني مصيبة والله، والله انت الوافي اقسم بالله. اذا كان فاتح بث او شفتوه فتح بث كلكم دشوا عليه شكروه نيابة عني. المهم بروح سجن، بس قبل اروح سجن تبونا زاكتوا مني، زاكتوا مني انتو، زاكتوا مني. شوفوا التليجرام شنو بكتب لكم دقيقة. اللي مو داش تليجرام تلقى الرابط حطه بحسابي بكتب لكم. كتبت لكم اذا اوكي سوي كذي، اذا لا سوي كذي. نشوف ليه آخر تصويت. سعود موجود، يلا قول حق بحول يا إله يلا.